طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف خط المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقد من لساني يفقهوا قولي. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا لذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كنا قد ذكرنا بالأمس أنه إذا اختلطت ميتة بشياح ذكية مذكاة ذكاء شرعية، لكن هي واحد ميتة واحدة، قال بين الإمام غزالي أنه لا يجزئ، لا يجزئ إذا اختلطت لسبب أو لآخر، لا يجزئ أن يخرج واحدة من العشرة لأن هنالك ميتة واحدة، لا يجزئ، لأنه ممكن جدا أن تظل الميتة في التسعة الباقية، ولو أخرج تسعة وبقيت واحدة يحتمل أيضا أنه قد أبقى الميتة التي لم تذكى ذكاة شرعية. واضح؟ الآن في الأموال بدأنا القراءة في الأموال النقدية مثل الدراهم. قال هذه الموازنة أنك تخرج واحد بدل واحد كانت تصح لولا أن المال يحل بإخراج البدل لتطرق المعاوضة إليه، وأما الميتة فلا تتطرق المعاوضة إليها. الميتة يجب أن تكون هي بعينها، وأما الدرهم مكان الدرهم. فليكشف الغطاء عن هذا الإشكال بالفرض في درهم معين اشتبه بدرهم آخر في من له درهمان، أحدهما حرام وقد اشتبه عينه، وقد سأل أحمد بن حنبل رضي الله عنه أو سئل أحمد بن حنبل رضي الله عنه مثل هذا، فقال يدع الكل حتى يتبين، وكان قد رهن آنية قيل أنه سطل، فلما قضى الدين حمل إليه المرتهن آنيتين وقال لا أدري أيتهما آنيتك، فتركهما كلتيهما، لأن هو الذي رهنه رهن شيئا بعينه، ولا يجوز أنه ينتقل الآن من آنيتين يمكن أن يكون لإحداهما فضل على الأخرى. واضح؟ ورعا ترك. الآن المرتهن ماذا قال له؟ هذا هو الذي لك وإنما كنت أختبرك، هذا هو السطل اللي أنت رهنت، فقضى دينه ولم يأخذ الرهن، وهذا ورع، ولكن نقول أنه غير واجب. فلنفرض المسألة في درهم له مالك معين حاضر، فنقول إذا رد أحد الدرهمين عليه ورضي به مع العلم بحقيقة الحال حل له الدرهم الآخر، لأنه لا يخلو إما أن يكون المردود في علم الله هو المأخوذ فقد حصل المقصود، وإن كان غير ذلك فقد حصل لكل واحد درهم في يد صاحبه. خمسين دينار خمسين دينار في زمن لم يتغير، خمسين دينار ذهب خمسين دينار ذهب، خمسين دينار ورق هي خمسين دينار ورق، خمسين دينار ورق على ألا يكون هنالك انهيار ما بين عشية وضحى، يعني يكون هنالك انهيار في قيمة العملة. أذكر مثلا في جنوب شرق آسيا، في ماليزيا في أواسط التسعينات في النصف الأول، يعني قريب سنة 95 1995 انهارت قيمة العملة بمقدار الثلث تقريبا، انهارت قيمة العملة بمقدار الثلث، فما بين عشية وضحاها. صحيح أن الرقم الورق هو هو، لكن القيمة الشرائية القوة الشرائية ليست هي هي. وفي بعض البلاد لو قال لو وضع عندك أمانة 100 دولار ورقة واحدة وجئت أن تسدد له 100 دولار خمسات وأحاد عند الصيرفي عند الصرافين
مرات ينقصون من قيمة الدولار إذا كان هكذا ليس ورقة 100، وإذا كانت قديمة شوي أيضا قد لا يقبلونها في بعض البلاد وقد ينقصون من ثمنها. ولا أعلم لهذا وجه، لأن الأصل فيها أنها تعبر عن قيمة معينة، تعبر عن قيمة معينة الأصل فيها الحكومات تضمن هذه القيمة. على كل حال هذا من ظلم لصاحب البيت اللي هو الإيجار المحمي اللي من أكثر من 50 سنة وستين سنة وكان يدفع 5 دنانير ولا زال يدفع 5 دنانير. هذا فيه ظلم لصاحب البيت. هنالك بيوت محمية ظلت على ما هي عليه من قبل 67، بدها شوية ورع، بدها شوية تقوى عند المستأجر، ما يقول خلص أنا محمي وانتهت القضية. الآن عندنا الأجرة، المحمي ممكن يدفع مبلغ زهيد يكاد لا يكون بشيء، وأجرة البيوت في القدس قد لا تنزل عن $1,000 ولا لا يا سيدي، أجرة الشقة يعني لا تنزل عن 1000. فهذا بيدفع 5 وبيدفع 10 يظلم. واضحة المسألة فيها ظلم. على كل حال وقد لا يخرج إلا بخلو، وخلو غالي جدا. وعلى كل حال اسألوا المفتين في هذا. نعم. إذا وإن كان غير ذلك فقد حصل لكل واحد درهم في يد صاحبه، فالاحتياط أن يتبايعا باللفظ، فإن لم يفعلا وقع التقاص والتبادل بمجرد المعاطاة، معاطاة بدون عقود، معاطاة بدون عقد. وإن كان المغصوب منه قد فات له درهم في يد الغاصب وعسر الوصول إلى عينه واستحق ضمانه، فلما أخذه وقع عن الضمان بمجرد القبض، وهذا في جانبه واضح، فإن المضمون له يملك الضمان بمجرد القبض من غير لفظ. والإشكال في الجانب الآخر أنه لم يدخل في ملكه، فنقول لأنه أيضا إن كان قد سلم درهم نفسه فقد فات له أيضا درهم هو في يد الآخر وليس يمكن الوصول إليه، فهو كالغائب، فيقع هذا بدلا عنه في علم الله سبحانه وتعالى إن كان الأمر كذلك، ويقع هذا التبادل في علم الله سبحانه، كما يقع التقاص لو أتلف رجلان كل واحد منهما درهما على صاحبه. بل في عين مسألتنا لو ألقى كل واحد ما في يده في البحر أو أحرقه كان قد أتلفه ولم يكن عليه عهدة للآخر بطريق التقاص، فكذا إذا لم يتلف فإن القول بهذا أولى من المصير إلى أن من يأخذ درهما حراما ويطرحه في 1000 درهم مليون لرجل آخر يصير كل المال محجورا عليه لا يجوز التصرف فيه، وهذا المذهب يؤدي إليه. فانظر ما في هذا من البعد يعني عن الحقيقة وعن الصواب، وليس فيما ذكرناه إلا ترك اللفظ، والمعاطاة بيع، ومن لا يجعلها بيعا يتطرق إليه احتماله، إذ الفعل تضعف دلالته حيث يمكن التلفظ، وها هنا هذا التسليم والتسلم للمبادرة قطعا، والبيع غير ممكن لأن المبيع غير مشار إليه ولا معلوم في عينه، وقد يكون مما لا يقبل البيع، كما لو خلط رطل دقيق بألف رطل دقيق لغيره، وكذا الدبس والرطب وكل ما لا يباع البعض منه بالبعض. فإن قيل فأنتم جوزتم تسليم قدر حقه في مثل هذه الصورة وجعلتموه بيعا، قلنا لا نجعله بيعا، بل نقول هو بدل عما فات في يده، فاملكه كما يملك المتلف عليه من الرطب إذا أخذ مثله. هذا إذا ساعده صاحب المال، فإن لم يساعده وأصر وقال لا أخذ درهما أصلا إلا عين ملكي، فإن استبهم فأتركه ولا أهبه وأعطل عليك مالك. يعني لو أن إنسان أصر على شيء بعينه ذكرناها بالأمس، قال لك هذه الورقة 10 20 50 100، قال لك هذه وضعها عندك، وجاء يستردها وقلت
تلك الورقة قد تصرفت فيها وهذه ورقة مثلها. وصر قال أنا أريدها عينها هي هي. صر إيه؟ ولا أهب ولا أقبل أن أستلم غيرها. لأن أصبح المال اللي عنده إيش؟ مخلوط فيه تلك الورقة مثلا. قال إمام الغزالي على هذه المسألة: على القاضي أن ينوب عنه في القبض حتى يطيب للرجل ماله، فإن هذا محض التعنت والتضييق والشرع لم يرد به. فإن عجز عن القاضي ولم يجد فليحكم رجلا متدينا ليقبض عنه، فإن عجز فيتولى هو بنفسه ويفرزه على نية الصرف إليه درهما ويتعين ذلك له ويطيب له الباقي، وهذا في خلط المائعات أظهر وألزم. واضح انه ممكن التيسير، واضح انه ممكن ايش؟ التيسير. والقاضي او من في حكم القاضي افرز هالدرهم ما يقابل الدرهم وانتهت المسألة، ولا تلقي بالا لإصرار فلان من الناس اذا كانت القضية قضية قيمة. اذا كانت قضية ايش؟ قيمة. الا ان يكون هنالك شيء، يعني مثلا بعض الناس الذين يجمعون النقود، في ناس عندها هواية بتجمع ايش؟ الأموال المعدنية، النقود المعدنية، وقد يكون ربع الدولار مثلا، ربع أو دولار قديم أو نصف دولار أو كذا من تاريخ كذا وكذا، فهمتوا علي؟ وأصبح ندرة، أو سنت مثل المليم مثل الفلس، لكنه من السنتات التي ضربت في بداية الأمر وأصبح لها قيمة غير قضية السن. وقد تقول هذه الورقة البطاقة أو كذا عليها صور لاعب أو كذا من الصور القديمة، قد تقول ماذا أفعل بهذا؟ شو بده فيها فلان؟ يعني يبقيها ولا يرتهنها عندي ولا؟ فتتصرف فيها وقد تربيها وقد يكون لها ايش؟ قيمة غير الذي تفكر. فإن قيل فإن بغى أن يحل له الأخذ وينتقل الحق إلى ذمته، فأي حاجة الإخراج أولا ثم تصرف الباقي؟ قلنا قال قائلون يحل أن يأخذ ما دام يبقى قدر الحرام، ولا يجوز له أن يأخذ الكل، فأحد لم يجوز ذلك. وقال آخرون ليس له أن يأخذ ما لم يخرج قدر الحرام بالتوبة وقصد الإبدال. وقال آخرون يجوز للآخذ في التصرف أن يأخذ منه، وأما هو فلا يعطي، فإن أعطى عصى هو دون الآخذ منه، وما جوز أحد أخذ الكل. وذلك أن المالك لو ظهر فله أن يطلب حقه من هذه الجملة، إذ يقول لعل المصروف إليه يقع عين حقي، وبالتعيين وإخراج حق الغير وتمييزه يندفع هذا الاحتمال، فهذا المال يترجح بهذا الاحتمال على غيره، وما هو أقرب إلى الحق مقدم، كما يقدم المثل على القيمة والعين على المثل، فكذلك ما يحتمل فيه رجوع المثل مقدم على ما يحتمل فيه رجوع القيمة، وما يحتمل فيه رجوع العين مقدم على ما يحتمل فيه رجوع المثل. ولو جاز لهذا أن يقول ذلك لجاز لصاحب الدرهم الآخر أن يأخذ درهمين ويتصرف فيهما ويقول علي قضاء حق، ويقول علي قضاء حقي من موضع آخر، إذ الاختلاط من الجانبين، وليس ملك أحدهما بأن يقدر فائتا بأولى من الآخر، إلا أن ينظر إلى الأقل فيقدر أنه فائت، أو ينظر إلى الذي خلط فيجعل بفعله متلفا لحق غيره، وكلاهما بعيدان جدا، وهذا واضح في ذوات الأمثال، فإنها تقع عوضا في الإتلافات من غير عقل. هذا في
في المتماثلات، هذا في المتماثلات المتشابهات. لكن في الأعيان المتميزة قال: أما إذا اشتبه دار بدور أو عبد بعبيد فلا سبيل إلا المصالحة. ولا زلنا نذكر: عبد بعبيد، نقول جاء الإسلام لحل هذه المشكلة من أساسها. علمونا منذ نعومة أطفالنا هذه العبودية، عبودية الملك، عبودية السلوك. كيف يعني عبودية السلوك؟ أسلم شاب، أنا سمعت الشاب بنفسي في فلوريدا، ذهبت إلى مؤتمر كان لي فيه كلمة، وسمعت شاب من الأمريكيين الأفارقة أسلم. بعد أن أسلم ذهب إلى بلد عربي ليدرس الإسلام واللغة العربية، عليكم السلام، وهناك سمع الناس بالعربية، لما تعلم العربية سمعهم ينادونه: يا عبد يا تكرور. سبحان الله، أسلم وذهب يتعلم الإسلام، صار إمام، إمام في الدين، صلي خلفه، والثقافة اللي عندك بتقول له يا عبد يا تكرور. عقله مستعبد لثقافة غريبة على الإسلام إلا بالتقوى. قال: يا ابن السوداء، قال: إنك في امرئ فيك جاهلية. ابن السوداء، ماذا تفعل؟ وهل تدخل الجنة بلونك أو بطولك أو بعرضك أو بجنسك أو بجواز سفرك، أو تدخل الجنة بمالك بمعنى الذي تتركه خلفك، ولم يزكي ولم يتصدق ولم. قال: يا عبد يا تكرور. واليوم في أمريكا يعني في لغة لا يجوز الناس أن تتخاطب بها ما يوازي كلمة عبد مثلا. سبحان الله، كان أولى أن يسمع كلمة طيبة، كان أولى أن يسمع إيش؟ كلمة طيبة. إذا ما اشتبه هنا فلا سبيل إلا المصالحة والتراضي، فإن أبى أن يأخذ إلى عين حقه ولم يقدر عليه، وراد الآخر أن يعوق عليه جميع ملكه، فإن كانت متماثلة القيم فالطريق أن يبيع القاضي جميع الدور ويوزع الثمن عليهم بقدر النسبة، وإن كانت متفاوتة أخذ من طالب البيع قيمة أنفس الدور وصرف الممتنع منه بإقدار قيمة الأقل. كان هنالك صورة لحلوى على شكل دائري، وقد قسمت قطع متساوية، قسمت قطع ايش؟ متساوية. لو قسمتها بخطين وزاوية قائمة، يعني اربع زوايا قائمة، سيكون اربع ارباع متساوية، واضح؟ وأضف خطين أصبح لدينا إيش الآن؟ ثمانية متساوية. فجاء من قطع في هذه الكعكة نفس الشكل، يعني قيمة الثمن، ولكن أخذها قريبا من منتصف الكعكة. هو أخذ حقه هكذا، لكنه خرب على الآخرين. لو أخذ بالضبط نفس ذاك الشكل لعرف إذا كان هنالك ثمانية سيأكلون، كل واحد هذا هو نصيبه. فلما أخذ نفس القطعة لكن اقتطعها بحيث أنها خربت
الشكل على 4 5 انتبهوا كيف انه الناس ممكن تيجي في قضية الميراث هذه شقة وهذه شقة وهذه شقة ثم يقول انا اريد اللي في الطبق الاول وهذا يقول اريد اللي في الثالث وهذا وهي متساوية. اذا ظلوا مصرين ممكن القاضي يبيعهن ووزع عليهم ايش الاموال بالتساوي وروحوا ايش دبروا حالكم. القاضي في زمن يعني ان الله لا يزع بالسلطان ما نزع بالقران، لك تقول للناس اتق الله وغير وبدل لا اله الا الله، بعض الناس لا تؤثر في هذه الكلمه. والذي لديه ورع يترك لك الجمل بما حمل، خذوا اللي بدكم اياه، لكن في بعض الناس مصره وياخذ الذي له والذي لغيره. بعض الاخوه الكبار اخذوا كل شيء، يعني اكبر الاخوه اخذ لهط وكانه لا اخره، وكانه لا اخره ولا حساب. وإن لم يوجد القاضي فالذي يريد الخلاص وفي يده الكل أن يتولى ذلك بنفسه، فهذه المصلحة. وما عداها من الاحتمالات الضعيفة لن أختارها، وفيما سبق تنبيه على العلة. وهذا في الخلط ظاهر وفي النقود دونه وفي عروض التجارة يعني أغمض، إذ لا يقع البعض بدلا عن البعض، فلذلك يحتاج إلى البيع. ولنرسم مسائل بها يتبين بيان هذا الأصل. مسألة في من ورث مغصوبا ورد عليه الغاصب نصيبا معينا، فهو لجميع الورثة، فهو لجميع الورثة. إذا ورث مع جماعة وكان السلطان قد غصب ضيعة لمورثهم فرد عليه قطعة معينة فهي لجميع الورثة. حتى لو أعطاها لواحد، يعني مثلا اغتصب السلطان 10 دنومات، اغتصب السلطان 10 دنومات وهنالك 10 من الأولاد الذكور، 10 من الذكور، وجاء السلطان ورد دنم وقال لك يا فلان أنت الكبير خذ الآن هذا الدنم وبعدين تفرج، لا يصح تقول هذا الدنم هو الدنم الذي لي. الإمام الغزالي يقول لك هذا لجميع الورثة، تقسم الدنم على 10، ما تستفرد لا تنفرد. ولو رد من الضيعة نصفا وقدر حقه ساهمه الورثة فإن النصف الذي له لا يتميز حتى يقال هو المردود والباقي هو المغصوب، ولا يصير مميزا بنية السلطان وقصد لحصر الغصب في نصيب الآخرين. في الزيادة على المغصوب وحكمها، إذا وقع في يدي مال أخذه من سلطان ظالم ثم تاب والمال عقار وكان قد حصل منه ارتفاع فينبغي أن يحسب أجرة مثله لطول تلك المدة، وكذلك كل مغصوب له منفعة أو حصل منه زيادة فلا تصح توبته ما لم يخرج أجرة المغصوب، وكذلك كل زيادة حصلت منه. يعني مثلا أعطاه دارا مغصوبة، أعطاه إيش دارا مغصوبة وهو مش سائل، أخذ الدار سنة سنتين 20 سنة ثم قال لك وين أنا، هذا ظلم، تاب بدأ يفكر بقضية الآخرة ويريد الآن أن يرد، وتغير الحاكم ورد ذلك على بيت مال المسلمين أو ردها على صاحبها، ما انتهت القضية برد البيت الدار، بده يحسب 20 سنة من الإيجار والانتفاع
يعني مثلا الأصل فيها اللاجئ الفلسطيني الذي ترك دارا إن شاء الله يعود إلى بيته ويسترد ذلك البيت، قولوا أمين. له أن يأخذ البيت الذي تركه والأجرة من 48 لليوم، إذا اليوم رجع للبيت حق لم انتفعوا به ولا يحق لهم. قانون أملاك الغائبين ظلم مش مكعب، ظلم حطوا عليه إشارة إلى ما لا نهاية، ظلم قولا واحدا ظلم. يعني هم زعلوا من بولندا، قالوا للسفير البولندي خليك في بلادك تجيش عنا، غضبوا من قضية من القانون في بولندا الذي لا يسمح باسترداد الحقوق التي كانت في أيام الحرب العالمية الثانية وبعدها إلى آخره لليهود. لا يصح الكيل بمكيالين، يجب أن يكون هناك مكيال واحد لأهل الكرة الأرضية، أن الناس ما في تقادم في المسألة هاي. الذي لك يعني مثلا يستردون لوحات سرقت من اليهود في ألمانيا مثلا أو في بعض البلاد الأوروبية، لوحات فنية من ذلك الوقت يستردونها حق. لنا كتب موجودة الآن في الجامعة العبرية من حقنا نستردها، مش قادرين نلاقي أصحابها نحطها في مكتبة فلسطينية، حقنا. واضح ولا مش واضح؟ مكيال واحد لا نكيل بمكيالين. الله أكبر الله أكبر. أحسنت. صلى الله عليه.